لو احنا معانا مثال زي كده فانكشن اسمها جيت نيم بتاخد منك فيرست نيم ولاست نيم اللي هم نوعهم سترنجات، وبترجع لك سترنج عباره عن الفيرست نيم وبعدين مسافه واللاست نيم. لو انا استدعيت طبعا الفانكشن دي في الفانكشن في المين فانكشن وجيت عملت رن هيقول لي عبد مجدي زي ما احنا شايفين حط لي بينهم المسافه اللي انا حاططها. احنا ممكن نغير في الكود ده يا شباب، ممكن نعبر عن الفانكشن دي بطريقه تانية. الطريقه دي اسمها لامدا اكسبريشن. اللامدا اكسبريشن دي يا شباب ليها اسطمبه معينه كده تعالوا نتكلم فيها. بيقول لك انت بتعمل فار او فاليو مثلا وتسمي لي هنا الفانكشن نيم او اي حاجه هنا، قول لي مثلا نيم اسم الفاريبل مثلا يعني، وبعدين بتحط نقطتين فوق بعض وبعدين تفتح هنا قوسين بتحط هنا انبوتس بالاس اهو، يعني احنا عندنا انبوتس كتير انبوتس تايب، يعني بكتب الداتا تايب بس، وبعدين بطلع بره بعمل ارو ماينس وبعدين اكبر من وبعدين بديله هنا الاوتبوت تايب نوع الاوتبوت اللي راجع واقول له بيساوي، وبعدين بفتح كيرلي براكت زي كده. وفي الكيرلي براكت تعالوا كده نقول مثلا في اول سطر هنا بقول له عندك الاوتبوت او الانبوت تاني الانبوت او الارجيومنت، وبعدين بنعمل نقطتين فوق بعض وبديله الانبوت تايب انبوتس او الانبوت تايب، وبعد كده بعمل ارو واعمل بقى البادي بتاعي او الاوتبوت اللي راجع. ده كده اسطمبة يا شباب هنبدأ ان احنا نمشي عليها في كل حاجة، كل فانكشن عاوزين نحولها من فانكشن عادية للامدا اكسبريشن بنبدأ ان احنا نحولها بالشكل اللي قدامنا ده. تعالوا نعمل دي كومنت كده مثلا ونبدأ ان احنا نحول الكلام ده للامدا اكسبريشن. تعالوا كده اقول له انت عندك هنا فار مثلا اسمه جيت نيم، اول حاجة يا شباب بعد الاسم على طول بعمل نقطتين فوق بعض وبعدين بفتح قوسين وبديله الانبوت تايب انبوتس، خلي بالنا فانا هديله المفروض ايه، هديله اسمين اللي هم الفيرست نيم واللاست نيم اللي هم الاثنين سترنجات اصلا، فانا هديله سترنج وسترنج تاني الشكل قدامي ده، وبعدين بطلع بره اعمل ارو على طول وادي له الاوتبوت. الاوتبوت هيكون ايه، سترنج برده اللي هو الفول نيم يعني، فانا اقول له هنا سترنج وبعدين بقول له يساوي واروح فاتح كيرلي براكت وننزل في اول سطر نقول له انت عندك حاجتين، عندك الاف نيم كوما ال نيم، والاثنين دول نوعهم سترنجات، وبعدين بعمل علامه الارو وانزل سطر ادي له الاوتبوت اللي انا عايزه. هقول له مثلا انت عندك الاوتبوت هيكون عباره عن سترنج، اقول له الاف نيم مسافه وبعدين ال نيم. لذلك يا شباب ده بالظبط على نفس الاسطمبه بالظبط، ادي هنا فار وادي الاسم وبعدين الكولون وبعدين الانبوت تايب وبعدين الارو والاوتبوت تايب وبعدين قلت له يساوي فتحت الكلام ده. هنا بدي له الارجومنت اللي هو انا الارجومنت اللي انا كاني هبصيها هنا الفيرست نيم واللاست نيم، وبقول له الاثنين دول نوعهم انبوت تايب بينهم كولون اهو، وبعدين بعمل علامه الارو وادي له الاوتبوت. طبعا الكلام ده كله ممكن يتكتب في سطر واحد بس احنا بنفصصها كده بحيث ان الموضوع يبقى واضح شويه. لو انا جيت هنا قلت له جيت النيم زي ما انتم شايفين انا ما عنديش حاجه اسمها جيت النيم فانكشن، لكن عندي جيت النيم اللي هي ايه الارجومنت ده قصدي اللامدا اكسبريشن ده. لو انا شلت ده من هنا مش هيديني ايرور ولا حاجه، لكن لما اجي اعمل ران تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. اداني اسم الفانكشن بيقول لك ان دي فانكشن بتاخد منك سترنج وبتاخد منك سترنج وهكذا يعني، لكن انا عشان استدعيها طبعا هستدعيها كانها فانكشن عاديه خالص وهدي لها اتنين بارامتر زي كده هم عبد ومجدي، والمفروض ان هو هيطلع لي نفس الناتج بالظبط. طيب ده كده شباب لو انا مديله انبوتس يعني مديله اكتر من بارامتر كانبوت. طب ايه رايكم لو انا مثلا مديله انبوت واحد بس؟ تعالوا كده نشوف الموضوع ده مع بعض، نشيل كل الكلام ده ونركز مع بعض في اللي احنا هنقوله، خلي الكلام واضح من الاول. هاجي هنا شباب واقول له ايه، اعملي مثلا فانكشن، فانكشن دي اسمها بلس 5، دي بتاخد منك نمبر نوعه انت، والمفروض انها بترجع لك انت عباره عن ان هي بتزود لك الرقم ده على 5 ريتيرن النم بلس 5 بس. طب لو انا عاوز احول الكلام ده للامدا اكسبريشن ممكن اعمله ازاي الكلام ده يا شباب؟ بقول له فار واقول له مثلا بلس 5 تاني، كان نشيل الاي اللي في الاخر عشان ما يبقوش نفس الاسم مثلا، بعد الاسم مباشره بعمل نقطتين فوق بعض وبعدين بديله هنا الانبوتس، انا هدي له هنا الانبوتس طيب الانبوت تايب طبعا، فانا اقول له الفانكشن دي هتاخد منك حاجه من النوع انت وهتطلع لك حاجه من النوع انت برضه، وبعدين اقول له يساوي وافتح الكيرلي براكت. بعدين بقى بديله اسم البارامتر اللي معايا، انا اقول له مثلا انت عندك هنا نم، النم ده نوعه انت، وبعدين افتح الارو وبعدين اقول له انت هترجع لي المفروض الاوتبوت بقى اللي راجع اللي هيتحط هنا في البلس 5 ايه يا شباب؟ النم ده لما ازود عليه 5، يعني انا اقول له دلوقتي نم بلس 5 زي كده. طبعا ممكن اعمل الكلام ده كله برضه في نفس السطر بالشكل اللي قدامي ده، او اخليهم كلهم في سطر واحد بنفس الشكل اللي قدامي ده. لو انا جيت هنا قلت له انا عاوز اعمل برنت واستدعي البلس 5 اللي هي بدون اي اللي هو اللامدا اكسبريشن اللي معايا ده، واديته مثلا 2 يا شباب، فالمفروض ان هو يجمع لي الاثنين دي على الخمسه ويديني في الاخر 7
زي ما احنا شايفين. انا بقول له البلس 5 دي بتاخد منك انت وبترجع لك انت، فهي خدت من انت وهترجع لي انت. طب الانت اللي دخل ده يا شباب بالنسبه لي اسمه نم، طب اللي راجع نم زائد 5، هيمسك النم اللي هو الاثنين ده زائد 5 ويرجعه لي. لذلك لما اجي اعمل رن هنبص ان ايه مطلع لي في الاوتبوت 7 زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالوا نتكلم شويه في حته ايه، ان انا لو معايا اصلا لامدا اكسبريشن وعدد الانبوتس واحد بس، لان دي احنا ممكن نقصر الكود فيه اكتر من كده شويه بكذا شكل يعني. ده كده الشكل الاولاني. طب لو انا محتاج ان انا اقصر فيه ممكن نعمل ايه؟ انا في غنى عن ان انا اعرفه ان انت معاك هنا النم نوع انت. ليه؟ انا بالفعل عرفته ان انت عندك هنا الانبوت بتاعك نوع انت، فعادي جدا ان انا اشيل الانبوت تايب من هنا. ده اول حاجه. طيب ممكن اقصر في كده ايه تاني؟ ممكن ان انا اشيل اصلا، خلي بالنا الكلام ده بينفع بس في حتتين، ان انا معايا هنا انبوت تايب واحد بس. تعالوا كده نشيل الكلام ده من هنا بمجرد بس ما اعمل كيرلي براكت زي كده شباب، واضغط انتر الاقيه كتب لي هنا ات نوعها انت. ايه ات نوعها انت دي يا شباب؟ دي بالظبط زي ما كنت انا كاتب كده نم نوعها انت. يعني انا لو ما كتبتش حاجه هو بيحط لي حاجه كده اسمها ات، تمام؟ فافهم من كده ايه؟ ان انا ممكن استخدم ات اللي هو بيتكلم عنها دي، تمام؟ يعني خلي بالنا انا لو شلت مثلا انت دي من هنا وخليتها دبل، هبص الاقي الات اتغيرت لدبل هي كمان. لو قلت له هي نوعها فلوت هنبص نلاقي الات اتغيرت بقت فلوت هي كمان. فانا افهم ان الات دي يا شباب من الاخر هي الانبوت اللي داخل. فانا حاليا ممكن اعمل ايه؟ بدل ما كنت بقول له هتعمل لي النم نوعها انت وهكذا وتغير، لا انا عندي حاجه اسمها ات اصلا. فانا ممكن دلوقتي ان انا اقول له ايه، انت عندك الات ده وعاوزك تستخدم الات تزود لي عليه 5، واروح مخلي الكلام ده كله في سطر واحد مثلا. ده شكل تاني اهو، بدل ما كنت قايل له تعالوا كده ناخد الكلام ده كوبي مثلا ونعمل الشكل اللي فات عشان ما نغيرش كتير. هقول له انت عندك هنا دي كانت من النوع انت، انا هقول له هنا انت عندك نم من النوع انت، واقول له هنا النم زائد 5. ده كده الشكل اللي فات، خلينا نحطه في الاول. ده شكل وكمان تعالوا نعمل ده كده ونشيل ده من هنا. ده كده شباب تلات اشكال لحد دلوقتي، ده وده وده صح. يعني ممكن لو قلت له هنا ده واحد وده اتنين وده تلاتة الايرورز هتختفي من هنا دلوقتي. طيب ممكن دلوقتي انا اغير في الموضوع، يعني شايفين التلاتة دول نفس الموضوع بالظبط نفس الحاجة حتى مقابلين الفانكشن اللي هنا دي. طب ممكن اغير في كده ايه كمان؟ انا لما اعمل الشكل اللي قدامي ده يا شباب الشكل الاخير ده، انا مش محتاج ان انا اقول له ات ارو ات، لا ما هو خلاص هو عرف لي ان انت عندك حاجة اسمها اصلا الانبوت بتاعك اسمه ات، الانبوت اللي داخل هنا اسمه ات. فانا اقول له انت هترجع لي ات زائد 5 على طول مباشرة كده، استخدم ات بدون معرفه. ده شكل برضو من الاشكال. طيب ممكن ناخد معانا شكل اخير، لكن نقول ان ده 4. ممكن اخد معايا شكل اخير، انا ممكن يا شباب اخد دي كوبي كده، او تعالوا هنا اقول له كنترول دي عشان ينسخ للسطر في السطر اللي بعده على طول، واقول له ان دي 5. انا ممكن اشيل من هنا يا شباب حته الانبوت والاوتبوت دي، ما ممكن اقول له ايه، ما مش لازم ان انا اقول له ان انت عندك هتاخد كذا او هترجع لي كذا، لكن هيديني ايرور. الايرور ده على ات دي ما بتظهرش يا شباب الا اذا كنت انا معرف ان انت عندك انبوت اوتبوت. لذلك ات اصلا بتعيد على الانبوت ده، بتعود على الانبوت ده. فانا مش هينفع ان انا استخدم ات على طول كده يا شباب. فالكلام ده طيب بيتم ازاي؟ بروح شايل ات دي من هنا واعرف له نمبر، اقول له نم ده نوعه انت، وبعدين اعمل علامه الارو واقول له النم زائد 5 بالشكل اللي معايا ده يا شباب. نشيل دي من هنا، يبقى انا كده استخدمت كل الاشكال دي، ودي كلها تدل على اللامدا اكسبريشن. اللامدا اكسبريشن يا شباب ما هو الا عباره عن ان انا بصغر الكود بتاعي او بكتب الكود بتاعي بشكل مختلف شويه. تعالوا كده مثلا انا اختار مثلا 5 6 اي حاجه من دول، هبص عليهم بيطلعوا لي نفس الناتج في الاخر. تعالوا كده احنا جربنا قبل كده النم 1، تعالوا كده نجرب النم 2. المفروض ان هو هيطلع لي 7 لما اجي اعمل رن. طب لو استخدمت ال 5 3 دي لما اجي اعمل رن هيقول لي 7 برده. لو قلت له طيب 4 برضه هيقول لي 7، لو قلت له 5 اللي هي الأخيرة اللي معانا هيقول لي 7. طيب يبقى أفهم من كده إن كل الأكواد دي كلها يا شباب تكافئ نفس الكود هو هو.